المشكلة تاعك اخ مصطفى انه ساكنك ضابط مخابرات لازم تخطو، انه ساكنك ضابط مخابرات لازم تخطو، لازم ضابط مخابرات هذا اللي ساكنك لداخل لازم تقضي عليه. انت اول مرة تلاقيه ما تقوليش لا، شرفني باسمك اخ مصطفى ان شاء الله. انا بديت النضال قبلك. الله يبارك الله يبارك. انا كي كان واحد ما يقول احسي وقته ما دينا انكم تضحوا في الضرب في بلادنا. احنا تعلمنا من خوتنا الكبار. من بعد ما يدير ربي يا سيدي دائما السؤال المهم كاين اللي يشكك في الصرامه نتاعك كلمه الورق تخلطت. نعم. انا كنت نجوز بزاف في المغاربيه. نعم. ومن بعد كي فقت بلي نص المغاربيه هي كلها شربس نقدر نشهد غير على روحي برك بلي انا ما انتمي حتى التيار ولا حتى الحركه ولا حتى جهاز. كاين ناس اللي يقول لك الزيتوت منتمي الى فرقة نتاع الجهاز المخابرات القديم اللي هما راهم يدفعوا فيه. انا نضحك على روحي هما اللي يعطيو. لا نسمع في رايك. لا ما نسمعش هما اللي يعطيو من الفات وهما اللي راهم يدزوا فيه. عندنا انا شخصيا عندي اخ لي يحترمك وانا كلنا نحترموك على كل حال النظام نتاعك ونتناقض على كل نوياه. يقول لي زيتوت ما زيتوت. قلت له استغفر الله يا رب العالمين يا وجهي عمر من الخطاب ونشوفه خطتك نشكك فيه. فلذلك تخلطت تلك الامور اللي عندنا ما نعرفناش وين الذهب من الفضه وين الذهب من القصدير. ندعر كما يقولوا في البلاد ندعرت. نعم. نعرت عشت قد انا لقيت روحي في بلاستيك. مصطفى انا 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 مصطفى حموده من اوائل الناس. انا حفظ شهاده الحواس. انا كي شفت الدار نتاعنا تحرقت في مشورش من 58 سنه 60 وحنا برا ساكنين من برا واني البارح صحيح وصحيح والحمد لله. احنا عائله ثوار 36 شهيد منفرد عائله. الله يبارك. وانا تحبني نجاوبك على الاسئله المهمه اللي طرحتها ولا؟ نعم. فلذلك عدنا نشك ما نقولكش ما كانش ناس استدير يعني صح سنسان مخلصين ممكن انت منهم ولكن ما هو الشيء اللي ثبت لنا باللي ممكن تميح تنتري ناس من سؤال وجيه ومحق وحق عليا ان نرد على السؤال. اولا انا نحفظ على قول ان المغاربيه نصها سرابس. هذا رايك انت يا هذا ليس رايي وانا لا اؤمن بهذا الراي. وانا من الناس اللي حاربوا حاجه هو انا نحارب ان تكون كل واحد منا يسكن فيه راجل مخابرات داخله ونولوا نشكوا في كلش. مغاربيه تقوم بعمل في الغالب ايجابي واحيانا قد لا نتفق معها في اشياء والناس احرار انهم ما يتفقوش معها في الاشياء. لكن اجمالا باش نكونوا برك باش نكونوا عادلين تو بي فير يعني ورانا عايشين في هذه البلاد الفيرنس يعتبروها قيمه كبيره يعني. المغاربيه راهي تقوم بعمل معقول جدا يعني اقل شيء ما نقولوا عليه هو معقول جدا يعني صراحه مساهمت على الاقل في ان الجزائريين يعرفوا ان الجزائريين في كل مكان يعرفوا ان الجزائريين واحد اخرين في وهران يعرفوا بلي عنابه راهي ثاني هذا رايها وانت عباتنا يعرفوا ورقله وانت عيليزي يعرفوا تلمسان وانت تيزي وزو يعرفوا اضرب. هذا مهم هذا شيء مهم. صح الان ثاني الفيسبوك يلعب دور كبير اليوتيوب يلعب دور كبير يعني وكاين ناس حتى بدون فضائيات وكذا وقاموا بدور وحنا نحترموا هذاك. الان فيما يخصني انا شوف اخي الفاضل أخطر شيء هو أن نصبح نشكك في كل شيء. للأسف أنا عارف خاصة أنت مع التجربة تاعك والخبرة تاعك راك بكل تأكيد الآن ربما في هذا 40 سنة تاع نضال ولا ما يزيد تاعك 45 سنة الله يبارك وعمري ما كنت فاهم. ممكن راك مريت بإحباطات وممكن كنت ثقت في ناس ومن بعد لقيتهم بلي حاجة أخرى ومن بعد فالناس قال لك اللي نقول احنا الشيخ يخاف من الحبل وان شاي شودي كان لو فرواد ها فالناس لكن هي الخطوره انه تنقلب بالطرف الاخر. شوف لو كان تكون تزير في واحد الفيس هكذا بالتورنوفيس تبقى تزير حد معين لو كان ما تحبش في حد معين يفواري هذاك هو كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده. لازم نكونوا عندنا دائما الوعي والصرامه والفهم باش ما يخترقوناش باش ما يلعبوش بعقولنا باش ما يعبثوش بينا لان هذه العصابه المجرمه هذه تعرف غير الخبث في التدمير كما الفيروس اللي يدخل الكمبيوتر يدمره. هذا ما كان هذا ما عرفوا لذلك دمروا بلاد كبيره دمروا. لكن ما لازمش نشوفوا بلي المخابرات راهي في كل مكان ولا هذو الهه هذو بشر وانا نقول لك نعرفهم مليح كاين فيهم ناس احرار كاين فيهم رجال لكن للاسف القرار مش في ايديهم. القرار في كمشه عند الجنرالات كمشه من الجنرالات
بدات من كبران فرنسا اللي داروا الانقلاب، والان راهي مازالت كمشاة تاع جنرالات هي تاخذ القرار. كاين ضباط داخل الجيش، داخل المخابرات، داخل الشرطه، داخل الدرك، احرار وشرفاء. انا درت لارمي ونعرف شنو معنى لارمي، ودرته في مكان حساس وكنت عارف واش صرا، وحضرت 5 اكتوبر من الداخل، كنت في لا غارنيزون دالج. دونك شفت ما تحسبهمش حاجه كبيره، ماشي حاجه كبيره، بالعكس نقول لك باللي الانسان الجزائري العادي العادي والله غير اذكى من جنرالات. الانسان العادي طبيعي، ما نقولش الانسان المتعلم والمثقف اذكى من جنرالات. الان اللي راه مدرك جنرالات، جنرال ماهي الشهاده يا اخي الكريم. لا سنعطيك مثال، لا ماهي الشهاده بصح الان هما اصحاب القرار. شوف نعطيكم مثال، هاني ذاك نقول لكم ايضا شيء. راه قايد صالح يقراش يقول واحد تاع السنه الاولى، راك تشوف لان قايد صالح شوف قايد صالح هاني باختصار بسيط، لما دخل يقولوا دخل في 57 للثورة، خلينا نصدقوهم هو في الغالب دخلوا في 60 يعني، لكن خلينا نقولوا صح دخل 57. عطاولو رتبة نتاع كابورال نتاع عريف، وحي الله عرفاء الجزائر، لأن عرفاء الجزائر هما اللي راهم الآن لاباز تاع الجيش. عطاولو هذاك المنصب، بصح للأسف أنت تقدر تكون تأدي خدمتك أون طونك كابورال راك رائع، بصح ما تقدرش تصبح جنرال بلا تكوين. مش برك جنرال، جنرال ماجور، مش برك جنرال ماجور، جنرال دارمي راك فكرت. ما تقدرش. خلونا نكونوا واقعيين وعقلانيين. الى راك انا دخلت كابرال وحبيت تولي جنرال لازم تمر على التكوين، تمر على اشياء كثيره. ما مروش على هذه الاشياء، وفي الغالب التكوين تاعهم سامحوني يعني اجتنبت السؤال تاعي. لا لا انا جاي ما اجتنبتوش، وانا عمري لا اجتنب السؤال، انا جاي، انا حبيت فقط نحط الارضيه للحديث. معروفه يعني هذه كلها نكرر فيها. لا موش نكرروا فيها، كاين ناس ما يعرفوهاش، انت تعرفها، عندك 45 نضال، راهم كاين ناس سنهم 20 سنه و 25 سنه. وهذا الخطا اللي مرات نديروه، نظنوا باللي احنا نعرفوا كلش خاطر احنا كبرنا، لكن كاين ناس صغار. الان كيفاه يا اخ مصطفى 24 سنه وانا في معركه مع الجميع اللي تاع النظام، ونذكرهم اسم باسم، خرجت صورهم واحد بواحد، وذكرتهم واحد بواحد، ولم اترك يوما اني ما نددتش بهذه العصابه. ويجي يقول لك تاع جناح، واش من جناح؟ جناح توفيق. هاجمته بلا حدود لمده 20 سنه حتى انسحب في 2015، كي انسحب في 2015 خلاص، انا بالنسبه لي اللي انسحب خلاص، ولا تاب الله يتوب عليه، بصح انا بالنسبه في خمس شكون؟ قايد صالح. عندي اكثر من 20 سنه 24 سنه ونهاجم فيه، لانه كان واحد من رؤوس تاع الانقلاب بالمناسبه، حتى ولم يكن من كبار الجنرالات يومها. بوتفليقه عندي 20 سنه ونهاجم فيه، ملي جا كي كانت الناس تسبح بحمده. هاو كاين فيديو منشور داروا معايا حوار يومها الجزيره يوم الانتخابات، نظن اعتقد كان 16 ابريل ولا 18 ابريل 99، منشور الفيديو، قلت باللي هذا لا يصلح ان يكون رئيس، وهذا جابته الدبابه، وهذا سيكون في خدمه الجنرالات. You going out? ورايي sorry you want space to go out? Are you going out? No, I don't want space to go out. Yeah. I don't want the hotel to be on. Yeah. So if you want, you can. Yeah, but this is a public place. We're not going there. Yeah, but I understand you. Yeah. I just don't need to. No, nobody come to your house. We are here. No worries. Thank you. And this is still. Yeah. Thank you. Yeah. Private. Thank you. إذا مصطفى. I would have first. Yeah. Thank you very much. والا تبقى تشكك في كلش، ولا شككت في كلش يروح لكلش. ما تشككش اخ مصطفى، كاين رجال، كاين احرار في البلاد، وهذا الشعب هذا اللي خرج. من كيفاش خرج اخ مصطفى؟ هؤلاء ليس ارباب، ليس الهه دي ار اس، لا شيء للاسف. كان عندهم عقل ما يدمروش بلاد. لازم تقضي على هذا الشك، لان الشك يدمر الانسان. شوف كاين احرار، كاين شرفاء. تقول لي كاين ناس يخدموا اجنحه، نقول لك كاين، صح اتفق معك، بصح شوف لازم دائما تحكم بالتالي.
شوف الانسان روح لمساره، شوف تصريحاته، شوف شنو يقول، ما تسمعش عليا، ما تكلمش على الهواء. لا لا واش نقدر نقول؟ اسمع خليني نكمل لك، اخترت سؤال خليني نكمل لك. تفضل. مرات الناس يرتكبوا خطا فادح، بدل ما يسمع منك يسمع عنك، اللي يسمع عنك يحكم عليك ويحكم عليك. كثير من الحالات انت اول مره تلاقيتني، ما تقوليش لا اول مره تلاقيتني كيفاه، انا ما نعرفش حتى اسمك، هذاك عرفته. لازم مثلا تشوف المسار تاع اي انسان. انا مانيش باش نبرر روحي، انا لا احتاج نبرر روحي صراحه، لا ليك ولا لاي كان. بصح راني نقول لك برك مصطفى، ما تعيشش بالشك وما تقولش باللي كاع مخترقه وكاع فاسده وكاع. الشعب الجزائري الاغلبيه نتاعو طيب، وموظفين كاين كثير في مناصب طيبين وناس ملاح، لكن القرار مش في يده. اتفق معاك في حاجه واحده، هو ان راس الهرم مريض وفاسد ولازم يرحل، هو اللي يسيطر. السلام عليكم. استاذ يعني